السلام عليكم. امتدت خيوط ملف سقطرى وبات اسم الجزيرة التي كان يراد عزلها حاضرا في المحافل الدولية ومقرون اسمها باسم اليمن، في مرحلة الطمس والتغييب لكل ما هو يمني من قبل الأعداء أو حتى الأشقاء، من سارية العلم الجمهوري إلى شجرة دم الأخوين، إلى جانب المواقف الفردية من قبل شخصيات عالمية وسفراء سابقين. بدأت المواقف الرسمية بالظهور إلى جانب اليمنيين في كفاحهم الشعبي والرسمي لدحر الخطر المسلح على جزيرة سقطرى. بيان الخارجية الأمريكية حول السيادة اليمنية لسقطرى وضرورة عودة الأمور كما كانت يعكس الموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية تحت إطار المرجعيات الأساسية، والتي من بينها القرارات الدولية والبيانات ذات الصلة التي أعلت من شأن وحدة اليمن وسلامة أراضيه. من جهتها، قامت الحكومة وبحسب معلومات صحفية ببعث رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تشرح تحول طبيعة العلاقات مع دولة الإمارات. وتضمنت الرسالة احتجاج الحكومة اليمنية على انتهاك الإمارات للسيادة اليمنية بنشر قواتها في سقطرى. المساوي اليمني مشاهدينا الكرام يتابع مستجدات ملف سقطرى والتناولات المتعلقة به. أرحب بداية بضيفي في الاستوديو رئيس مركز أبعاد للدراسات أستاذ عبد السلام محمد. أهلا بك أستاذ عبد السلام. مرحبا بكم وكل المستمعين والمشاهدين الكرام. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا الكرام نبدأ النقاش، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. لا يزال ملف سقطرى هو الحاضر الأبرز في اللحظة اليمنية الراهنة، ويتوسع الحضور من الرأي العام الدولي وصولاً إلى الحكومات التي أفصحت عن موقفها إزاء ما يحدث في سقطرى، آخرها موقف الخارجية الأمريكية الذي كان حاسماً بخصوص السيادة اليمنية على الجزيرة. الحكومة اليمنية لا تزال في سقطرى حاضرة بين الناس، ويظهر رئيس الحكومة وهو يؤدي الرقصة السقطرية في لحظة تتخللها أهازيج من تراث الجزيرة التي تتضمن جملاً ترحيبية، وهي رقصة مشهورة ذات إيقاع سريع يتم فيها الرقص ورفع العصا على إيقاع صوتي جماعي. تحمل الرقصة دلالة سياسية أكثر من كونها فنية، خصوصاً وأن الذهاب إلى سقطرى والبقاء فيها من قبل الحكومة جاء بغرض وضع حد للوجود العسكري الإماراتي في الجزيرة على إثر السيطرة العسكرية على المطار والميناء وطرد موظفيهما في احتلال متكامل الأركان. موقف الإدارة الأمريكية بخصوص سقطرى جاء على لسان هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، والتي أكدت أن بلادها تتابع عن كثب الأوضاع في جزيرة سقطرى، لافتة إلى مشاركة بلادها لجميع الأطراف بغرض تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه. بيان الخارجية الأمريكية أوضح أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع في جزيرة سقطرى اليمنية، وتشارك مع جميع الأطراف بغرض تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه، وكذلك للتجديد على الحاجة إلى تخفيف التصعيد وإجراء الحوار. وتابعت: صنفت اليونسكو أرخبيل سقطرى كموقع للتراث العالمي، سبق أن عانى الشعب اليمني وتراثه الثقافي والطبيعي الفريد من نوعه بشكل لا يوصف نتيجة للنزاع المستمر في اليمن. وفي إشارة للعملية السياسية قالت متحدثة الخارجية الأمريكية: الحوار السياسي ضروري لحكومة الجمهورية اليمنية لضمان سلامة سكانها وأمنهم في سقطرى وفي سائر أنحاء البلاد. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بك أستاذ عبد السلام مجددا في هذه الحلقة. كيف تقرأ بيان وزارة الخارجية الأمريكية؟ ما أبرز النقاط التي وجدتها فيه؟ هل يدعم موقف الحكومة في سقطرى أم أن هناك ما وراء الصدور؟ موقف وزارة الخارجية الأمريكية هو موقف رسمي شأنها شأن أي دولة تحترم القانون الدولي الإنساني، وشأنها شأن أي دولة كبيرة يعني تريد أن لا تظهر بمظهر دعم تمزيق اليمن أو تفتيت هذا البلد أو تقسيمه، وهو الموقف المعلن للولايات المتحدة وبريطانيا، يعني ليس هناك شيء مختلف. لكن الأمر الذي يعني يؤخذ في البال: كيف تشجعت الإمارات العربية المتحدة على القيام بمثل هذا العمل دون حصول ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهذا ما يجعلنا هل قرر ذلك في البيان؟
أم أن الأمر يعني مثلا هو حدث؟ لأن هناك تصريحات صحفية تصريحات من إماراتيين قيل فيها أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة وبريطانيا وكذلك المملكة العربية السعودية فيما كانت يبدو الحكومة الشرعية غائبة عن هذا. يعني هناك أيضا يعني بعض السياسيين الإماراتيين قالوا أن ما تم اللي حصل في جزيرة سقطرى باتفاق مع الولايات المتحدة، هذا أمر يعني يخالف تماما ما جاء في البيان، والبيان واضح بشكل كبير هو حريص أيضا على بقاء حلفائه السعودية والإمارات في صف واحد فيما يتعلق بوضع اليمن، لكن هو لا يريد يعني من خلال البيان يظهر أنه لا يريد تمزيق اليمن أولا، ثانيا يريد التأكيد على أن سقطرى يمنية، ثالثا هو يؤكد على الحوار، والحوار بمعناه أنه ربما قد يكون يؤخذ في بال الإماراتين أنه فرصة وأيضا وقت جديد إضافي بالنسبة لهم للقيام ببعض مهامهم في الجزيرة. لكن الأمر الذي ممكن نستطيع أن نتنبأ به أن يبدو أنه جهات داخل الولايات المتحدة الأمريكية هي التي شجعت الإماراتيين أو أعطت ضوء أخضر، وليس يعني هناك ربما نوع من المنصفات بداخل ربما أمريكا. ربما هناك خلاف في وجهات النظر مثل ما يحصل في بقية القضايا، خاصة منذ أن جاء ترامب ظهر يعني هنا ظهرت بعض الاختلافات والتباينات في 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 بعض الرؤى التي تتعلق ببعض دول الشرق الأوسط، وهنا البعض يراها أنها مرونة من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حقيقة الأمر ربما يتحقق بعض الأطماع التي يبحث عنها ترامب من أجل توريط حلفائه في الخليج والبحث، ومن خلالها يتم يعني الضغط في مسألة ما يتعلق المال من أجل الحماية ومن أجل حل هذه الإشكاليات، والإمارات وضعت نفسها في موقف محرج جدا في اليمن. لأنه يعني البيان لم يشر بشكل يعني لم يذكر اسم دولة الإمارات، لم يذكر المملكة العربية السعودية أيضا، تحدث عن ضرورة كما تفضلت احترام وحدة وسيادة اليمن في سقطرى باعتبار سقطرى، وأشار إلى أن اليونسكو يعد سقطرى من يعني محمية كتراث عالمي. هل هو خجول؟ هل يخاف أن يدخل يعني بشكل مباشر مع الإمارات والمملكة العربية السعودية كحلفاء موجودين كحلفاء للولايات المتحدة في اليمن، أم أنه يحاول أن يمسك العصا من الوسط؟ هذا البيان يؤكد أن هناك بعض الأطراف الأمريكية قد تواصلت فعلا مع الإماراتين فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن كجهة رسمية وموقف أمريكي هو البيان الذي يجب عليهم أن يقولوا هذا الكلام. البيان الذي يمثل الولايات المتحدة الأمريكية هو الموقف الرسمي، وهو يؤكد على يمنية سقطرى وأن أبناء سقطرى هم يمنيين، وعلى ضرورة بقاء هذا البلد موحد دون تقسيم أو تمزيق. طيب برأيك إذا ما كانت الحكومة الأمريكية حصلت على معلومات، أو أن هناك أطرافا في أمريكا حصلوا على معلومات حول سقطرى، هل سيشاركوها مع الحلفاء اليمنيين باعتبار اليمنيين حليفة لأمريكا في ملف مثل الإرهاب مثلا؟ معلومات تتعلق بخارج إطار التحالف؟ لا، في سياق الإنزال العسكري الذي حصل في سقطرى، الإنزال الإماراتي. طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية ربما هناك شراكة بينها وبين الحكومة اليمنية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، لكن في مسألة التحالف العربي الحكومة اليمنية هي المعنية بدرجة أساسية في التواصل مع الأشقاء في التحالف العربي، وقيادة التحالف العربي هي المملكة العربية السعودية، وإذا كان الإمارات العربية المتحدة قامت بإنزال دون علم الحكومة اليمنية فمعناه هي قامت بإنزال دون علم السعودية، إما دون علم السعودية وإما بعلم السعودية، فإذا كان بدون علم السعودية فهذا أمر منفرد وخطوة انفرادية له سيناريو خاص يدل على أن الإمارات دخلت طريق الخطأ بشكل منفرد بعيدا عن التحالف، وعليها المراجعة الأمر في هذا، وأيضا على السعودية أيضا أن تضغط، لكن إذا دخلت بعلم المملكة العربية السعودية هذا أمر مختلف، يدخلنا سيناريو آخر وهو أن هناك توافق من تحت الطاولة على تقسيم هذا البلد في إطار النفوذ الإماراتي السعودي وما خلفه النفوذ الأمريكي البريطاني. طيب في نقطة يعني إذا ما تحدثنا عن تداعيات أو سلسلة ما حدث، كان هناك الإنزال يعني زيارة رئيس الوزراء، ثم كان هناك الإنزال العسكري
الإماراتي، أتت لجنة الوساطة، خرجت لجنة الوساطة بدون السعودية بدون أن تفضي إلى شيء. كان هناك حديث على اجتماعات رئاسية مع مستشاري الرئيس، كان بيان الحكومة خرج، ثم بيان من وزارة الخارجية الإماراتية إلى آخره. هل يمثل الموقف السعودي هنا دلالة على علم لدى السعودية بما يحدث وبما حدث؟ وإذا كانت إذا كان لديها هذا العلم، ما الذي تريده؟ طبعا أولا في الظاهر أن كأن الأمر خلافات بين الحكومة الشرعية وطرف من أطراف التحالف وهي الإمارات العربية المتحدة، والسعودية بحكم قيادة التحالف العربي أشارت في بياناتها أنها تقوم بتغريب وجهات النظر وحل هذه الإشكالية. هذا موقف معلن ورسمي، لكن ما هو الشيء الذي قد لا نعلم به؟ هو استحالة أن نقول أن السعودية على غير علم بالإنزال. فإذا كان على غير علم بالإنزال معناه أن الذي يقود التحالف العمليات العسكرية هي الإمارات وليس السعودية، أو أن غرفة العمليات للتحالف العربي هي في الإمارات وليست في المملكة العربية السعودية، وهذا مخالف لدعوة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية للتدخل ومشاركة اليمن في استعادة الدولة وسيادة الشرعية. طيب الآن يعني كان هناك بيان الأحزاب السياسية الذي تحدث على هذه النقطة، أكد على أن يعني أوحى بشكل أو بآخر إلى أن اليمن دعت المملكة العربية السعودية للتدخل، والمملكة هي من قامت بهذا التحالف. هل يفهم من ذلك أن على المملكة أن تنتبه إلى من تتحالف عليه، أن تضبط من تحالفت معه، أو ما الذي يفهم من هذا؟ هو يبدو بيان الأحزاب السياسية المناصرة للشرعية ودعم الشرعية هو بيان كأنه بيان رئيس الجمهورية، ولكن أخذ نوع من الضغط أوسع من 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 تصريحات الرئاسة أو الجهات الرسمية، بمعنى أن هذا البيان أشار بشكل واضح جدا ما موقف المملكة العربية السعودية مما تقوم به الإمارات، وإذا كان الأمر متعلق برضا أو بعدم رضا السعودية على ما تقوم به الإمارات، فالإمارات هي عمليا ليس مطلوب منها أن تدخل في اليمن، وهي جاءت وفق إذن سعودي وليس وفق إذن يمني. فإما أن تصلح هذه الإشكالية التي تتعلق بالسيادة وتبقى الإمارات تحت إطار التحالف العربي بقيادة السعودية، وإما أن ترحل الإمارات. هذا واضح جدا من الرسالة التي وجهها الأحزاب، وهي رسالة صريحة جدا أكثر صراحة من التصريحات الرسمية لوزارة الخارجية. طيب في هذا السياق أستاذ عبد السلام، يعني ما الذي يدفع الإمارات إلى إيجاد هكذا تنازع مع الحكومة الشرعية في هذا الوقت؟ هل هناك نوع من الدلالة للتوقيت الذي قامت به في إنزال القوات العسكرية من وجهة نظري؟ أنا وجهة نظري أن هناك يعني كثير من الأسباب التي دعت الإمارات العربية للنزول في سقطرة، منها أسباب ما تتعلق بالجانب العسكري، ومنها ما أسباب تتعلق بالتحالف العربي، ومنها أسباب تتعلق بالداخل اليمني. الأسباب التي تتعلق بالجانب العسكري، الإمارات العربية المتحدة عمليا هي تأخذ كثير من استشارتها من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية ترفض تحرير الحديدة في الظاهر، وأيضا في بعض التصريحات، ولا أدري إن كان هناك اتفاق سعودي أمريكي مؤخرا على ضوء أخضر في الدخول الحديدة، لكن من قبل كان هناك منع لدخول الحديدة. والإمارات العربية المتحدة هي المنوط بها أمام المملكة العربية السعودية للتقدم في الساحل، فقامت الإمارات العربية المتحدة باتخاذ كثير من المبررات للتقدم، منها تغيير محافظة تعز وتغيير محافظة الحديدة وبناء حراك تهامي وبناء قوات سلفية، وفي الأخير طلبت وفشلت طبعا في التقدم، أو بمعنى الأصح أنها لا تريد أن تحرج نفسها أمام الأمريكان، وكانت تهرب من هذا المبرر فيما صواريخ تزداد ضغطا على المملكة العربية السعودية. بالتالي هناك يبدو ضغط سعودي على الإمارات للتقدم في الساحل، مما جعل الإمارات تطلب تجنيد قوات لطارق صالح، وهو الذي
قامت به خلال 3 أشهر الماضية، ففشل، يعني حصل نوع من التفكك لهذه القوات وضعف وعجز. فأمام الإمارات وقعت في موقف محرج، فكان لابد من تحرك ومازوم تحركت نعم، في لكن في سقطرة من أجل التغطية. هذا الجانب العسكري. طيب سأعود إلى الجانبين، لكن دعنا نشك قبل ذلك. معنا في الحوار دكتور أحمد عوض بن مبارك، سفير البلاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. أرحب بك سعادة السفير. سعادة السفير تفضل. يا مرحبا، شكرا جزيلا على التواصل. أهلا وسهلا بكم. إذن دكتور أحمد، هل جاء بيان وزارة الخارجية الأمريكية بعد نوع من التواصل من قبلكم أنتم سعادة السفير لشرح الوضع بسقطرة للسلطات الأمريكية، أم أنه صيغ بحسب يعني متابعتهم هم لتداعيات الوضع؟ لا، أنا أعتقد الحكومة اليابانية أصدرت بيان وضحت فيه خلفيات ما جرى في سقطرة، وكان في حديث يعني واضح تحدث حول طبيعة احترام السيادة اليمنية والتأكيد الكبير على الحرص على الحفاظ على العلاقات المميزة والأخوية في إطار التحالف بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ودول الإمارات العربية المتحدة في إطار مهمة السعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب ومحاولة إنهاء أي سوء فهم في إطار من العلاقات الأخوية. البيان الذي تم إصداره من قبل الحكومة الشرعية وكل السفارات اليمنية في الخارج قامت بإرساله إلى وزارات الخارجية في الدول المعنية، ثم يعني بعد ذلك يعني العواصم المختلفة تفاعلت بأشكال مختلفة مع هذا البيان، والاستجابة الأمريكية لهذا البيان كانت هو إصدار بيان إيجابي يؤكد على ما ذهب إلى بيان الجمهورية اليمنية. طيب، يعني في سياق الوضع والولايات المتحدة باعتبارها شريك لليمن في ملفات كثيرة، في سياق الوضع في سقطرة وما يحدث فيها، إلى أي مدى هي مستعدة للوقوف بجانب الحكومة اليمنية في مواجهة التصرفات الإماراتية التي بيّنت بيانات الحكومة أنها خارجة عن يعني إطار المسموح أو تصادم السيادة اليمنية في صميمها؟ أنا أعتقد أنه بيان الحكومة اليمنية لم يذهب بهذا الشأن. بيان الحكومة اليمنية هو يؤكد على ضرورة الحفاظ على التحالف العربي وعلى انسجام يعني أهدافه الرئيسية والتأكيد على الحرص على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول التحالف مقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن هناك تأكيد على ضرورة يعني احترام السيادة الوطنية والتنسيق في أي خطوات متعلقة بتواجد أي قوات عسكرية في أي منطقة في اليمن أو فيما يتعلق بتشكيل أي وحدات عسكرية خارج إطار الشرعية. أنا أعتقد أنه البيان كان بيان متوازن، لم يدعو إلى التصعيد، تحدث حول ضرورة تصويب هذه العلاقة، وأنا أعتقد أنه حتى بيان الولايات المتحدة الأمريكية الذي ذهب هو ليس في إطار يعني الوقوف مع طرف ضد طرف. أنا أعتقد أن الفهم اللي موجود هنا في واشنطن هو أنه هناك علاقة متوازنة وهناك شراكة حقيقية في اليمن بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تقر وتحترم وحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادتها على أراضي، وهذا موقف أمريكي ثابت سواء في إطار يعني التفاعل مع القرار 2016 أو فيما يتعلق بالشراكة الرئيسية بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب. أنا أعتقد بمصلحتنا كيمنيين في هذا الظرف هو والصوت أعتقد واضح في هذه المسألة هو أنه بالضرورة تصويب أي أخطاء قد تحدث في هذه المسيرة الصعبة والكبيرة التي يعني نواجه فيها سويا الانقلاب. مسألة الانقلاب والتدخل الإيراني في المنطقة لا يستهدف اليمن، يعني اليمن هو ساحة رمي وهي ميدان الحرب، لكن الاستهداف هو أكبر، هو يستهدف المنطقة كلها، يستهدف عمق الخليج وأمن الاستراتيجي الذي يشكله اليمن. لذلك علينا أن نناقش هذا الأمر في هذا الإطار بعيدا عن أي تصعيد أو سياسات محاور أو يعني. طيب في هذا السياق سعادة السفير، القضية اليمنية، يعني كيف تفهم الرسالة؟ يعني المعلومات الصحفية تتحدث على رسالة
من قبل اليمن لمجلس الأمن حول تطورات الوضع في سقطرى والإنزال العسكري الإماراتي الذي حدث وإخراج القوات الإماراتية للقوات الأمنية اليمنية المتواجدة هناك. الرسالة التي وجهت للأمم المتحدة وجهتها مندوبية اليمن في الأمم المتحدة هي يعني توزيع روتيني دوري لأي بيان يصدر من الحكومة اليمنية في أي قضية رئيسية. عادة ما تقوم البعثات الدبلوماسية المختلفة للجمهورية اليمنية في مختلف العواصم ومنها يعني بعثتنا في نيويورك بإرسال نسخة من هذا البيان ويعني إدراجه ضمن يعني الوثائق الرسمية التي تم تداولها حتى تطلع هذه الدول على مستجدات الأحداث. وما تم تداوله في الصحف مؤخرا هو نسخة من يعني ملخص للبيان الذي صدر من الحكومة اليمنية الذي يتحدث فيه حول طبيعة التطورات التي جرت في 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 سقطرى وبيان بشكل صريح وجلي موقف الحكومة اليمنية اللي تؤكد فيه على حماية يعني وحدة استقرار اليمن وأمنه وسيادته على أراضيه وعلى ضرورة إبعاد سقطرى ك ك ك ك يعني جزيرة تتميز بتنوع مناخي وبيئي مميز بعيدا عن أي 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 صراعات، لا سيما أنه ليس هناك أي منطقة لمواجهات عسكرية مع سواء مع الحوثي أو مع أي قوى إرهابية. لذلك الحكومة اليمنية وضحت موقفها بشكل صريح وجلي، لكن في هذا الإطار اللي تحدث عنه هو إطار حريص على إعادة تصويب العلاقة ومزيد من التنسيق بما يخدم قضية اليمن وقضية المنطقة في التصدي للمشروع الانقلابي الحوثي وللتدخل الإيراني في المنطقة. طيب في سياق إذا لم يعني إذا ما استمرت التصرفات الإماراتية بهذا الشكل عسكريا، هنا قوات بعكس رغبة الحكومة الشرعية في سقطرى، ربما في أماكن أخرى لكن هذا الأمر غير معلن حتى الآن في سياق الخلاف، أقصد الخلاف يتصاعد وكما هو واضح، إذا ما استمرت الأمور نحو هذا الشكل ما هي الخيارات لديكم في الحكومة يعني دبلوماسيا وسياسيا؟ أنا أعتقد أن الحكومة اليمنية هي رسالتها الرئيسية وهذا ما يصدر عن الحكومة بشكل رسمي، ما يصدر في خطابات فخامة رئيس الجمهورية، بيانات الأحزاب التي صدرت، كل المواقف الرسمية والسياسية الحزبية التي صدرت من اليمن هي تؤكد على ضرورة يعني الحفاظ والحرص على وحدة الموقف الجمعي لدول التحالف العربي التي يعني يقدر دورها في اليمن، في المقدمة المركات السعودية التي كانت دائما هي صمام الأمان في كثير من القضايا التي تحدث، والتأكيد وحرص الحكومة الشرعية على مزيد من التنسيق بما لا يخل بالقضايا الرئيسية التي اليمن يعني تؤكد عليها وهي أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته على أراضيه. ما يحدث خلاف ذلك هناك قنوات كثيرة يمكن من خلالها مناقشة هذا الأمر، أولا في إطار العلاقة الأخوية وشاهدنا أنه يعني بمجرد يعني حدوث سوء الفهم الذي حصل في 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 سقطرى تدخلت المملكة العربية السعودية وأرسلت وفد بعناية ومتابعة مباشرة من أعلى السلطات في المملكة ويجري مناقشة هذا الأمر. بالتأكيد الحكومة اليمنية دستوريا والأخ الرئيس دستوريا هم ملزمين بالدفاع والحرص على سيادة وأمن واستقرار وحدة اليمن. طيب. لذلك لن يألو جهدا في استخدام كل الأدوات التي تحقق ذلك والتي يعني بالمقابل تقود إلى الحفاظ على التحالف العربي باعتباره كما قلنا يعني كثيرا هو مرحلة متقدمة في طبيعة وشكل التضامن العربي وموقف متقدم في مواجهة الأطماع في المنطقة، وعلينا أن نحافظ على هذه مفهوم. هو من الواضح أن الحكومة هي تحرص سعادة السفير على المواصلة في هذه العلاقة، لكن التصرفات الإماراتية كما يبدو هي التي يعني تزعزع هذه العلاقة. يعني السؤال الأخير إليك دكتور، في حال استمرت هذه أنا أقصد أن الحكومة اليمنية يعني وأعتقد أنا إذا قرأنا البيانين المشتركة سواء البيان الذي صدر من الحكومة اليمنية أو البيان الذي صدر من وزارة الخارجية الإماراتية كلا البيانين يؤكدان على حرصهما على يعني أمن ووحدة واستقرار اليمن، كلاهما يؤكدان على ضرورة يعني
التركيز من مجابهة التدخل الإيراني في المنطقة والتخلص من الميليشيات الحوثية. ما تفضلتم به سعادة السفير صحيح في سياق البيانات، لكن في سياق على وجود خلل في طبيعة العلاقة يجب في إطار من العلاقة الأخوية يجب تصويبه. يعني في سياق البيانات الأمر صحيح، لكن في سياق القوات على الأرض يبدو أن الأمر خلاف ذلك. لكن هل يعني يمكن التعويل باعتبار الحديث على البيان الخارجية الأمريكية الآن، يمكن التعويل على دعم أمريكي في سياق إذا ما استمرت الأوضاع على سياق التصعيد برأيك؟ شوف، أنا أعتقد أنه علينا كيمنيين أن نستوعب وأن يعني الدرس مما حصل لنا منذ 2011 لحد اليوم. يعني يجب أن لا نعول مطلقا على الخارج أيا كان هذا الخارج، يجب أن نعول كثيرا على أنفسنا، يجب يعني أن نمتن جبهتنا الداخلية، يجب أن نمضي قدما يعني شعب وقوى سياسية وحكومة باتجاه إنهاء هذا الانقلاب في أقرب فرصة، ويعني السيطرة على كافة يعني مناطق اليمن من أقصى المهرة وإلى صعدة. يجب علينا أن نحسن من أدائنا الحكومي وأن نقترب أكثر الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لبنان شعبنا بما يخلق مزيد من التناسق الداخلي. هناك الكثير مما يمكن القيام به داخليا، وكلما تحسن وضعنا الداخلي، كلما زدنا تناسقا، كلما ابتعدنا عن اختلاق أي معارك جانبية، كلما كانت فرصتنا في مجابهة أي شيء يمس اليمن أقوى وأكبر. لكن التعويل على الخارج أيا كان هذا الخارج لن يقدم ويأخر، وأنت تعلم يعني أنه تم اقتحام صنعاء يعني ولم تتخذ أي دولة يعني في حينها من الدول الكبرى أي موقف. فأنا أعتقد أنه علينا أن نقرأ يعني مستوى يعني ما يمكن أن نقدمه الخارج. الخارج بالتأكيد رسائله العامة هو التأكيد على يعني حق الشعوب والحكومات في حماية أنفسها واستقرارها وأراضيها وغير ذلك من أسس يقرها القانون الدولي والسياقات المعمولة في هذا الشأن. لكن علينا أن لا نقرأ الأمور خارج أو أكثر من هذا الإطار. أشكرك دكتور أحمد عوض بن مبارك سفير البلاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كنت معنا عبر الهاتف. أريد تعقيب منك على كلام الدكتور قبل أن نذهب إلى الفاصل ونعود للنقاط التي حول أي نقطة بالضبط؟ حول حديثه حول الموقف الأمريكي، طبيعة البيان والتصريحات، وحديثه عن موقف الحكومة وبيانها عن الوضع في سقطرى، و بيان الإمارات كذلك وتأكيده على أن المسألة مسألة خلاف. هو واضح أن الحكومة هي لا تتجنب الدخول في حالة مواجهة مع الإمارات العربية المتحدة، وقد تعطي فرصة للمملكة العربية السعودية في الحل، إلى جانب أنها ستواصل خياراتها في ما يتعلق بالذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأيضا كل الخيارات السلمية. لكن هناك خيار واحد غير مطروح لدى الحكومة، وهو الخيار الأفضل والأهم والأسرع، هو خيار الواقع الميداني على الأرض. يبدو أن الحكومة تريد أن تلعب مع الإمارات نفس اللعبة التي لعبتها مع الحركة الحوثية، وفي الأخير انتهت المطاف بسقوط العاصمة صنعاء. هذه جزيرة سقطرى وضعها في وضع أخطر مما حصل في صنعاء، لأن هناك في صنعاء عبارة عن عدو داخلي انقلب على الحكم وبطريقة غير مشروعة. مهما كانت الحروب، مهما طالت الفترة، إلا أن اليمنيين لن يقبلوا إلا باستعادة دولتهم. لكن سقطرى إذا ذهبت لأيدي الاحتلال ومن ثم ذهبت من الاحتلال الإقليمي إلى الاحتلال الخارجي، قد نضيعها إلى الأبد. ولذلك أنا أرى يعني وجهة نظري أن يكون هناك أن تدرس الحكومة خيار الواقع العسكري على الأرض، تفرض من خلال ألويتها الموجودة هناك أو تعزز ألويتها للسيطرة وطرد الإماراتين بطريقة عسكرية إذا رفضوا الخروج بطريقة سلمية والتفاهمات. نعم، تحت ظل أو يعني إرادة الحكومة التفاهمات. نحن نعرف أن الإماراتين أيضا في هذا الجانب هم ربما قد يذهبون إلى أبعد ما نتصور، وهو استخدام الطائرات لضرب المعسكرات كما حصل في عدن. لكن مهما كان في عدن يختلف الأمر عن سقطرى. في سقطرى الوضع احتلال لمنطقة لم تشهد أعمال عسكرية بالأساس،
لا وجود حوثي ولا وجود إرهاب، وبالتالي وجود الإمارات على هذه الجزيرة غير قانوني وغير مشرع وغير مبرر. طيب سنعود إلى نقطة الحديث عن الداخل وأهداف الإمارات حول ذلك وعن التحالف، نقطتين كان قطعتك فيهما أستاذ عبد السلام، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أعود إليك وأجدد الترحيب بك أستاذ عبد السلام. كنا نتحدث قبل اتصال مع سعادة السفير حول أهداف الإمارات من التواجد في سقطرى، كنت تتحدث عن الجانب العسكري كذلك الداخل والتحالف. نعم هناك ثلاث عوامل ل يعني تداعيات أو أسباب أو ما حصل في سقطرى توجه الإمارات إلى هناك. منها الجانب العسكري كما ذكرنا ما يتعلق بقوات طارق وفشلها في الساحل، وبالتالي أرادت الإمارات أن تذهب إلى سقطرى لإرباك الوضع أمام وعودها أمام السعودية التي ذهبت أدراج الرياح في تحرير محافظة الحديدة، خاصة وأن هناك ضغوط أمريكية. علاقتها الهدف الثاني اللي جعلها تذهب إلى سقطرى أيضا من أجل إطالة الحرب في اليمن. طبعا الإمارات هي تبحث عن مقابل في اليمن، وهي ترى أنها ستخرج من الحرب بدون مقابل إذا استمر الوضع كما هو، ولذلك هي تريد أن تضغط وتريد أن تخرج بمقابل. المقابل معروف، سيطر على موانئ، سيطر على مناطق نفطية وغاز من أجل الطاقة وسقطرة. هذه الثلاثة الأهداف اللي هو إلى جانب باب المندب، هي تريد وتريد أن تضغط على السعودية في ذلك. أيضا هي لا يهم موضوع الحوثي أن يبقى في الشمال، هي تريد محافظات هذه المناطق التي حددتها في المحافظات الجنوبية، وبالتالي ليس بينها وبين الحوثي حدود. وترى أن الحوثي أيضا بقاؤه كضغط على السعودية يساعد استمرار تحالفاتها في المنطقة ويساعدها في الضغط على السعودية في كثير من القضايا. الجانب الثالث الذي يتعلق بالوضع اليمني، الإمارات العربية هي ذهبت لإرباك طبعا الوضع اليمني المجمع في مسألة ما يتعلق بقرار الحسم العسكري وأيضا إشراك قوات عسكرية في الساحل بعيدا عن قوات طارق التي ظهرت بحال الضعف، وأيضا محاولة استعادة المحافظات الجنوبية عدن من خلال تفعيل دور الحكومة، وأيضا أغاضها تواجد رئيس الوزراء والحكومة في سقطرى خلال تلك الأيام وفتح مشاريع ما جعلها في سياق هذه النقطة. هل تبحث الحكومة عن تواجد دائم في سقطرى؟ أم أن هذا خيار ربما غير وارد في هذه الفترة؟ البعض تحدث عن خيار نقل إدارة الحكم لفترة معينة في سقطرى بعيدا عن ما يحصل من أجل ترتيب الوضع الداخلي حتى يتم استعادة ترتيب عدن، ولكن أنا أستبعد هذا الأمر. أنا أرى أو وجهة نظري أتوقع أن الحكومة ذهبت هناك من أجل تعزيز سيادتها على سقطرى، وهي قد يكون أدركت أو حصلت على تقارير مسبقة فيما يتعلق بموضوع سقطرى أن الإمارات تتوجه للسيطرة عليها، أو أن هناك صفقة بين الإمارات وجهات خارجية للسيطرة على سقطرى. طيب يعني في سياق الموقف أو أداء الحكومة المستمر منذ بداية انطلاق عمليات عاصفة الحزم والتدخل التحالف العربي لدعمها، كيف هو المنحى في سياق العلاقة مع التحالف العربي؟ هل يعني تراقب نوع من مؤشر تصاعدي في سياق أداء الحكومة الشرعية في هذا الملف، أم أن الأمور الحكومة لا زالت تتعامل بنفس الرتم وبنفس الآلية؟ الحكومة هي أصلاً
توافقها مع التحالف العربي على نقاط عسكرية تتعلق باستعادة الشرعية والسيطرة على البلد وإخراج الإنقلابيين أو إضعاف على الأقل أو إخضاع الحركة الحوثية لعملية سلام مستديمة في البلد. وهذه الأمور كلها هي معايير التدخل التحالف العربي، دون ذلك لا وجود أساسا لشيء. يعني هل هناك صفقة لبقاء لاستثمار مثلا منطقة معينة أو سيطرة على منطقة معينة أو بيع أراضي أو سيطرة على جزيرة؟ هذا غير ممكن إطلاقا. وبالتالي يبدو أن بعض أطراف التحالف لم يدركوا ماهية التدخل، وتوقعوا أن التدخل الأمر سهل جدا، يسيطروا على منطقة معينة، يدفعوا فلوس وأموال لبعض العصابات من أجل تحقيق بعض الشعبية، ومن ثم يعني ابتلاء بعض المناطق التي مهمة بالنسبة لهم، وشكلوا لها أحزمة أمنية مثل شبوة وحضرموت، لكن في الأخير ستفشل، وفشلت فعلا. وأنا أتوقع أن العلاقة هي تحكمها العلاقة بين الرئيس هادي والمملكة العربية السعودية، دون ذلك لا أحد يحدد مسارات العلاقة، مثلا الإمارات ولا حتى الحكومة اليمنية. الرئيس هادي وهو الذي استدعى المملكة العربية السعودية للتدخل، وبالتالي هي التي تحدد العلاقة القادمة. إذا كان الأمر يتعلق بالحسم وبدفع الحركة الحوثية للسلام، أنا أعتقد الحكومة والشعب اليمني سيقبلون بذلك. إذا دخل الأمر في إطار التحالف لأشياء أو اشتراطات غير موجودة وغير يعني مطروحة في اتفاقية الاتفاق، أهداف التحالف العربي التي دخل من أجلها، الاتفاق والرسالة التي أرسلها الرئيس هادي، أنا أعتقد لن تقبل. وأنا الخوف أن تندلع ربما حروب في مناطق معينة، نعم، مع أشقائنا في التحالف، خاصة ما يتعلق في محافظات الجنوب. طيب، دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ عبد السلام المحلل السياسي، أستاذ عبد الناصر المودع الذي ينضم لنا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. إذن مستجدات متكررة ومتوالية بالنسبة للوضع في سقطرى، سواء على الميدان تحركات رئيس الوزراء هناك، وكذلك على مستوى الدبلوماسي والسياسي، بيان وزارة الخارجية الأمريكية كان آخر ربما هذه التحركات، وكذلك رسالة اليمن إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كيف تتابع كل ذلك أستاذ عبد الناصر؟ مساء الخير وتحية لك وللمشاهدين الكرام وضيفك في الاستوديو. طبعا أولا فيما يخص المذكرة للأمم المتحدة، ليس هناك من تأكيد رسمي على أن الحكومة اليمنية بعثت بهذه الرسالة. يعني فقط لهذه النقطة، قبل قليل كان معنا الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تحدث على أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام هي إفادة دورية للحكومة اليمنية تنقل إلى الأمم المتحدة، قبل قليل هذا الكلام كان. بمعنى أنها ليست شكوى بالمعنى الرسمي، أو أن الحكومة اليمنية تقدمت بشكوى، واعتقد أن هذا هو أمر طبيعي في ظل الوضع الحالي. أما ما يتعلق بالموقف الأمريكي أو البيان الخارجي الأمريكية، فهو أيضا أجا منسجم مع المعطيات على الأرض. نعرف أن اليمن من ناحية عملية هي دولة فاقدة السيادة، لا توجد حكومة مركزية تسيطر على اليمن، وبالتالي البيان أتى ضمن هذه المعطيات، أشار إلى قضية السيادة، وهذا أمر لا جدال فيه. ليس هناك الآن نزاع على السيادة حول جزيرة سقطرى، ولا يمكن حتى في المستقبل أن يكون هناك نزاع. جزيرة سقطرى هي ضمن أراضي الجمهورية اليمنية، ولا يمكن لأي طرف أن يدعي غير ذلك. قضية استفتاء، قضية ضمها إلى دولة أخرى، هذا أمر ممنوع في القانون الدولي، لا يمكن لأي منطقة إن كان دستور هذه الدولة لا يسمح بالاستفتاء لا للجنوبيين ولا للسقطريين ولا لغيرهم بأن يستفتوا بتقرير مصيرهم. هذا من حيث المبدأ.
كما أن هذه المنطقة هي ليست منطقة نزاع، بمعنى ليس هناك من نزاع على ملكية سقطرة أو لمن تتبع. هي واضحة وفق القانون الدولي، هي تتبع. إذن للأمر انعكاسات سياسية أستاذ عبد الناصر، كيف هي هذه الانعكاسات على سياق العلاقة بداخل التحالف العربي المناصر للشرعية اليمنية، والحديث على وجود الخلافات المستمرة في هذا التحالف من وجهة نظرك؟ الخلاف بين ما يسمى الشرعية ودول التحالف هو خلاف ليس جديد، وهو نتيجة من لخلل مبدأ من بداية العملية. لم تكن هناك آلية واضحة لحدود ومسؤوليات التحالف في اليمن، ليس هناك من اجتماعات تعقد بشكل دوري بين قيادة القيادة اليمنية المعترف بها الذي يعترف بها العالم وبين دول التحالف، لا بشكل ثنائي ولا بشكل جماعي. هذا الخلل أسفر وسيسفر عن هذه المشاكل التي نجدها في هذه المنطقة وتلك، ولا يبدو في الأفق بأن هناك أي خطوة لتصحيح هذا الوضع المختل. ويرجع السبب في ذلك إلى الأداء الرديء للحكومة الشرعية التي لم تستطع أن خلال 3 سنوات أن توجد مشروع وطني، أن توجد لنفسها مؤسسات، أن توجد لنفسها مشروعية ومصداقية داخلية أو مصداقية حتى خارجية. وبالتالي هذه السلطة أوجدت الفراغ، وعندما يوجد الفراغ هناك من سيعبي هذا الفراغ، وبالطبع لن يعبيه كما تريده أنت ولا كما يفترض أن يعبى. هناك ستتكاثر الأجندات والرغبات والاجتهادات الخاصة. طيب في سياق يعني السياق الذي يبدو أنه يعني إذا ما أخذنا السيناريو الأسوأ بتصاعد هذا الخلاف، أستاذ عبد الناصر، ما هي خيارات لدى الحكومة في سياق طبيعة الـ يعني الواقع الميداني الموجود على اليمن؟ يعني وفقا لموازين القوة ووفقا لظروف هذه السلطة وعلاقتها بدول التحالف، لا يبدو بأن بإمكان هذه السلطة أن تصعد الخلاف وأن توصله إلى درجة التصادم، لأن القضية الآن متعلقة بالعلاقة بين السعودية ودولة الإمارات أكثر من كونها بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات، لأن الحكومة الشرعية هي الحلقة الضعيفة، وبالتالي أي تفاهمات ستتم بين السعودية وبين الإمارات فيما يتعلق بهذه المشكلة أو غيرها من المشاكل، وسيبقى دور الحكومة هو دور ثانوي ودور ربما أنها كما هو الحاصل في أكثر من منطقة كما حصل في عدن، أنها ستقبل بما ستسفر عنها الاتفاقات والتفاهمات بين السعودية وبين الإمارات. في الوقت الحالي أعتقد بأن ليس هناك من تباينات في وجهات النظر، وإن كان هناك اختلافات بين السعودية وبين الإمارات، لكن بشكل عام الخطوط العريضة لا زال هناك اتفاق عليها. لا أعتقد بأن السعودية في الوقت الحالي مستعدة بأن تفض الشراكة أو تلغي الشراكة مع الإمارات فيما يخص اليمن. لا زالت السعودية محتاجة للإمارات، في نفس الوقت أيضا الإمارات من مصلحتها أن تبقى في هذا التحالف في الفترة القادمة على الأقل، والمستقبل المنظور. يعني ليس هناك في الوضع المعقد اليمني ليس هناك من إمكانية لفكفكة هذا الواقع بالعودة للوراء. لهذا السبب أعتقد بأن الأمور ستتحرك باتجاه تفاهم سعودي إماراتي تقبل به الحكومة اليمنية لينهي هذه الأزمة، لكنها لن ينهي المشاكل. أشكرك إذن أستاذ عبد الناصر مودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. بعودة أخيرة إليك وبعجالة أيضا أستاذ عبد السلام،
هل تتفق مع هذه النظرة التي يملكها الأستاذ عبد الناصر بأن هناك استمرار لهذا يعني لهذا النسق، هناك خلافات مع بين السعودية والإمارات ستحل، ستقبل الحكومة اليمنية بما سينتج من حلول؟ هناك إشكالية للمملكة العربية السعودية هو عدم وجود حليف آخر يعني تتكئ عليه، وهي ترى أن الإمارات بقاها مهم جدا لليمن، ولكن الإمارات يبدو أنها أخذت موقف. نعود لمنتصف يونيو 2016 أعلنت الإمارات انتهاء عملياتها القتالية، ما يدل دلالة قاطعة أن ما بعد 2016 منتصف يونيو 2016 كانت الإمارات تقوم بمهام أخرى غير مهام الأعمال القتالية، وهي مهام بسط النفوذ. هذه فضيحة يعني، حتى يعني للحكومة اليمنية إذا أرادت أن ترفع أو ترفع دعوة قضائية في المحاكم الدولية، هذا واحدة من الإجراءات القانونية التي يمكن أن يستند عليها. وأنا أعتقد أن السعودية ليس أمامها خيار إلا التعاون مع الإمارات، وبالتالي ستضغط على الحكومة الشرعية للتفاهم وعلى الشرعية أن تقوم بخيارات وسيناريوهات بعيدة عن التحالف العربي منطلقة من الأرض فيما يتعلق بسيادتها على الجزر ومناطق لا غير موجود فيها الصراع. ليس مهم أن ترضى المملكة العربية السعودية عنها أو تغضب، لأن الجزيرة هي جزيرة يمنية، وعلى الحكومة اليمنية أن تقوم بالسيناريو البديل الذي سريع الوقت وأقل جهد وأقل كلفة، لأنه إذا تأخرت ضاعت الجزيرة تماما. وأعتقد هو السيناريو العسكري وفرض الأمر الواقع على الأرض اليمنية. أشكرك أستاذ عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا في حلقة اليوم في المساء اليمنية، شكرا لك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحية الطاقم العمل، إلى اللقاء.